مطلق بن علي العنزي على التواصل. هذه هي انطلاقة أخرى وشوط يتلوه شوط وفئة تتلوها فئة، 25 اسم قوي يشارك في هذه الانطلاقة وفي هذا الشوط 11. إذن على البركة على التوفيق. وهناك زحام صاحبة التوقيت الرائع محمد بن مبارك بن عور الخيلي، توقيته هو 7:56. وفاء وتماما، وننتظر المفاجآت. لا نقول هذا أفضل توقيت، لكن حتى هذه اللحظات دائما المفاجآت تأتينا دائما. إذا انطلق مع المقدمة وألحق بمقدمة الشوط. وهناك النسيم الجميل، يا محل النسيم مع هذا الاسم سعيد بن فلاح الأحبابي مع المركز الأول ومن تحت المركز الثاني. هناك الشائقة محمد بن عوض الصيعري مع المركز الثاني، ويبدو أن شعار الخيارين تنتقل إلى المركز الثالث. هناك مذيار سيف محمد بن زايد الخيارين مع المركز الآن الثالث وفي المركز الرابع. ما شاء الله، هناك التدخل القوي. هناك شعار سالم بسعيد من منانة بالفعل على ظهر مياسة تنتقل إلى المركز الأول. إذن المركز الثاني أصبح من نصيب مذيار سيف بن محمد بن زايد الخيارين مع أبو علي جابر بن علي بن جابر بن حمد بن علي مع تضميرها وإشرافها وتعليماتها دائما. انتقل إلى المركز الثالث وإلى الشايقة محمد بن عوض الصيعري، رابعا نسيم سعيد بن فلاح الأحبابي، خامسا هناك سعيد بن معنس العامري المركز الآن الرابع. تنتقل بقوة إلى طريق متقدم. هناك لهبة لمحمد بن قرين العامري مع المركز الخامس. إذن الأسماء القوية ذعتها مع الخمسة المراكز المتقدمة، ولكن بعد الخمس هناك 20 اسم قادم بكل قوة بهذه المفاجآت وهذه الشعارات التي تزين ميدان الوثبة. أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة وإلى هذا الاسم الواضح واسم سرابة، اسم فعل طاري ما شاء الله. هنا في مقدمة الشوط سليم بن معنس العامري مع المقدمة في الصدارة في القوة وفي الإثارة، بينما انتقل إلى المركز الثاني وإلى هناك المداخلة من مياسة العود سالم بن سعيد بن منانة السويدي مع ثاني المراكز، بينما يا أخوي حسين في المركز الثالث. هنا الانتقال الواضحة من الشايقة محمد بن عوض الصيعري مع ثالث المراكز، ورابعا وصول متقدم. وهناك من الهبة محمد بن قرين العامري مع المركز الرابع وفي المركز الخامس. ما شاء الله يا النسيم على المركز الخامس، عيد بن فلاح الأحبابي مع المركز الآن الخامس. إذن 2500 متر قطعناهن، 2500 متر ما تبقى عن الناموس، ولا زالت سرابة. هذا هو بن معنس ليب بن معنس العامري مع المركز الأول في المركز الأول والمركز الثاني. هناك مياسة سالم بن سعيد بن منانة السويدي، ثالثا محمد بن قرين العامري مع الهبة في المركز الآن الثالث وفي المركز الرابع. أيضا الشائقة ومشتاقة إلى مركز متقدم، مشتاقة إلى الناموس الآن في المركز الرابع. هنا محمد بن عوض الصيعري، مرحبا يا أبو عوض، في المركز الرابع. خامسا النسيم مع المركز الخامس، سعيد بن فلاح الأحبابي مع المركز الخامس. إذن الأسماء والهدوء دائما الذي يسبق العاصفة، ولكن أعود عند ثلاث سراب، أعود عند سرابة عند المقدمة والصدارة في مقدمة هذا الشوط. يا بن معنس أرجوك أن تحتفظ بهذا الاسم العريق وهذا الاسم الكبير، اسم سرابة في المركز الأول هنا في الصدارة وفي القوة وفي الانطلاق الواضح، بينما في المركز الثاني هنا مياسة العود ما شاء الله على انطلاق مياسة سالم بن سعيد بن منانة السويدي مع ثاني المراكز، بينما في المركز الثالث اسم جديد واسم حي يشاركنا بكل قوة مع المركز الآن الثالث سهيل بن محمد بن عرضي الحميري. شعار أكيد، شعار أكيد، وصاحبة الامتياز الشكر أيضا ناصر العبد الوهيبي على التواصل المستمر. رابعا شعار الفيلسوف، شعار أبو أحمد مايد بن أحمد بن مايد الخيلي، مرحبا بهذا الشعار الواضح دائما بإنجازاته وبأفعاله في المركز الرابع. خامسا هنا الهبة محمد بن قرين العامري مع المركز الرابع أو الخامس. إذن الأسماء القوية والضغط القوي والمفاجآت والأسماء بدأت تدخل على بعضها البعض. أعود إلى المقدمة، أعود إلى التغييرات وشعار مياسة اللي انتقلت انتقالة واضحة بهذا الاسم الكبير وبهذا العود الرائع على المقدمة في الصدارة سالم بن سعيد بن منانة السويدي. ثانيا هناك فيه
ويبيلها في يبيلها الطريق مع المركز الثاني هناك سهيل بن محمد بالعرضي الحميري مع المركز الثاني. ثالثا هنا العبارة أيضا تصل وهذا الاسم الكبير كيلو يا مضمرين يا متابعين أينما تتابعون أيضا هنا العبارة تصل بكل قوة تصل محمد سعيد بن عبيد المزروعي مع هناك بريك من هليل يتواصل دائما بهذا الشعار المبدع هناك أيضا هناك الوارية مايد بن أحمد بن مايد الخيلي مع المركز الآن الخامس. إذا نعود إلى المقدمة أعود إلى الصدارة أعود إلى الانطلاق الواضح هناك في الصدارة وأرى اسم جديد قادم بكل قوة هناك اسم ضبي ولكن أعود عند المقدمة أعود عند العبارة محمد بن سعيد بن عبيد المزروعي مع المركز الأول مع الصدارة ولكن رجل الأمثال الأخيرة هذا الشبل من ذاك الأسد هنا يصل وهناك مياسة سالم بن سعيد بن منانة السويدي مع المركز الثالث. الله 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 الناموس وين السلام وين التحية وين الناموس الوارية الوارية من الأربعمائة متر النهاية وحملها مسؤولية كاملة وحملها مسؤولية هذا الشوط إن لم تكون لمياس رأينا آخر وكذلك هناك العبارة بكل قوة هناك أيضا مايد بن أحمد بن مايد الخيالي وهناك المركز الرابع فيس هيل بن محمد العرضي الحميري ولكن القصة الحقيقية تنتهي القصة الحقيقية السلام والناموس لهالي رماح لمايد بن أحمد بن مايد الخيري مع المركز الأول والناموس واللحظات النهائية تعانقها في حفظ من الله ورعايته بعد الخط المتر النهائي وهذه لحظة الوصول للوارية. المركز الثاني هناك فيس هيل بن محمد بن عبدي الحميري. المركز الثالث هناك العبارة محمد بن سعيد العبيد. المركز الرابع أو الرابع نعم هناك الوصول القوي من مياسة سالم بن سعيد بن بنانة. خامسا منصورة راشد سعيد بن راشد بوضحة المري ضيفة عزيزة تشاركنا في المركز الخامس. شكرا يا أبو علي على التواصل. وهذه هي القوة والإعادة الزمنية من مسافة الخمسة كيلومترات وثمان دقائق أربع ثواني ثلاثة أجزاء. تحية وناموس للوارية وكذلك مالك مايد بن أحمد بن مايد الخيري. المركز الثاني قدمت عرض ممتاز تشكر عليه الناموس أيضا لهذا العرض المبدع. هناك ثمان دقائق أربع ثواني تسعة أجزاء. التحية أيضا لمالك فيس هير بن محمد بالعرضية الحميري. المركز الثالث قدمت لنا العرض الممتاز للعبار محمد بن سعيد بن عبيد المزروعي توقيتها